علينا وعليكم رمضان بالأمن والإيمان، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة جديدة من حصص برنامجكم اليومي التطوعي الخدماتي المباشر في حلته جديدة، الحلة الرمضانية. شوف صحتك في رمضان، شوف صحتك ورمضان. برنامج يومي غادي تلقاو معاه كل يوم مرة تراويح من 10:30 ل 11:30 الليل. معكم في التقديم الدكتورة نسرين طبيبة الأسرة للإرشاد والتوعية الصحية. البرنامج ديالنا غيكون معكم فيه كل يوم طاقم من الأطباء اللي غادي يجاوبكم ويحاولوا يوجهوكم. مبدأ البرنامج الوقاية خير من العلاج. حنايا هنايا ما تنعوضوش الزيارة ديال الطبيب، حنايا هنا فقط للإرشاد والتوعية الصحية. كلنا اليد في اليد، المجتمع سليم، وإن شاء الله باش ندوزو رمضان وحنا بصحة وسلام ونكملوه، ويقدرنا سيد ربي على الصيام ديالو وعلى القيام ديالو وعلى العبادات ديالو. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. تقدروا تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا في الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم غيكون هو السكري ورمضان. الحلقه ديال اليوم غادي تجزء الاجزاء. اول حاجه غادي نهضروا على التعريف ديال السكري، الاسباب ديالو، الاشكال ديالو، العلاج ديالو، والمخلفات ديالو. ملي غنهضر على المخلفات غنهضر على المخلفات ايغو اللي هي تكون انيه وفي الحين، وغنهضر على المخلفات على المدى الطويل. كونوا معنا، تواصلوا معنا في الصفحه ديالنا في الفيسبوك facebook.shooftv.ma، ولا تواصلوا معنا على الموقع الرسمي ديالنا www.shooftv.ma. كما قلت لكم مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. جينجل. سي عزيز، سي عزيز مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمونة، شخبارك امينه؟ نتمنى بانك بخير وعلى خير، وبان ما عندكمش صهد بزاف في دبي، وبانك تدوزي رمضان بخير وعلى خير، وبانك وصلتي بخير وعلى خير. رمضان كريم عليك سي سابير. سي سفيان وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعطيك الصحه سي عبد الله، الله يخطيك. الوغ البرنامج غادي يكون مورا الافطار، مورا التراويح بالضبط، ما بين 10:30 و 11:30 الليل، من اثنين وتجمعة. وكما قلت لكم هذه تتم شوف صحتك مع دوك نسرين، شوف صحتك في رمضان، من غير الكبسولات اللي غادي تلقاو بهم كل يوم، اللي هي كبسولات شوف صحتك اللي تنحاولوا نديروا فيها واحد الملخص قصير، واحد الريزومي تنعطيو فيه فريمون لي برينسيپ، تنعطيو فيه لي غون تيتغ اللي غادي يثبت هذاك الارشادات اللي حنايا تنعطيوهم في لو ديريكت اللي تنديروه كل يوم من الاثنين الى الجمعه. الوغ اليوم غادي نهضروا على السكري، والسكري في رمضان علاش هضرنا عليه بزاف، وهضرنا عليه قبل من رمضان، والاسئله بقات كثيره بزاف. الناس البارح سولوني
ماشي اي مريض عنده السكري راه غادي ما يصومش رمضان. ايفيكتيفمون ماشي اي مريض عنده السكري ما غايصومش رمضان. وحنا ما تنجيوش وتنقولوا شي واحد ما تصومش رمضان. كما قلت لكم البارح راه صعيب صعيب بزاف انني تنتخذ القرار، ولكن باش نحمي واحد الانسان وطونك عطينا سيد ربي واحد الرخصه راه حنايا تنجيو وتنديروا كل تنشوفوا ان دوسي وتنقلبوا تات كل استشاره ما بين بزاف الاطباء، ولا تنقدروا نستشروا كاريمون مع ائمه، وتكون عندنا ديجا لي غوند لين انني المريض بالسكري باغ اكزومبل من شكل واحد راه هو ممنوع عليه الصيام، والمريض من السكري من شكل جوج منين الخزان السكر ديالو تيفوت 9% وتيكون طالع بزاف وتيكون عامر بزاف والسكر بلا ماكله تيكون طالع بزاف. الوغ هنايا باش نتفاداو المخلفات الاوليه هي طلوع ديال السكر والاسيتون في الاول ديال رمضان ولا في رمضان ولا مع الصيام، وباش نتفاداو المخلفات الثانويه اللي غنهضروا عليها من بعد. دونك هذاك الشيء علاش حنايا تنمنعوا الصيام، وهذاك الشيء علاش حنايا تنصحوا ان شهرين 3 شهور قبل من رمضان المريض بالسكري خصو يزور الطبيب ديالو كسوا طبيب الاسره ولا الطبيب المختص في امراض الغدد والسكري. علاش؟ يدير ليه الخزان ديال السكر ديالو وتيقاد ليه الادويه ديالو، غير كاريمون يقدر يعطيه حتى انسولين باش تقوي ليه الخزان ديال السكر، باش الا كان باغي يصوم رمضان يعاونوا هذاك الشيء على انه يصوم رمضان. فاتي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رمضان مبارك عليك سي الحسن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكبر بك الشريف سي اشرف الهلي يخطيك، رمضان كريم عليك السيمو الهلي يخطيك. الوغ بوينوس دياس لهلا يخطيك حمامه بونسوار اشرف، مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا، رمضان كريم علينا وعليكم. الوغ الاسئله ديالكم، الاسئله ديالكم اليوم غادي توجه للسكري، تقدروا تطرحوا عليا الاسئله في كل ميادين صحيه بيان سور. كما قلت لكم حنايا هنا ماشي عياده، ولكن حنايا هنايا للارشاد والتوعيه الصحيه بيان سور، وتقدروا تطرحوا عليا خاصة في الموضوع ديال اليوم اللي غيكون هو السكري ورمضان. وعليكم السلام ورحمة الله، هذا واجب سيدي لهلا يخطيك. رمضان كريم عليك وعليكم السلام ورحمة الله. سلام، واش دابا اللي ياخذ الانسولين ما يصومش؟ الوغ سونيا، السكري من شكل واحد، الانسولين تتخذ في جوج الحالات، تتخل عند الأشخاص اللي عندهم السكري من شكل واحد اللي هو السكري جوفينيل اللي تيصيب الشخص الشاب وزالونتور ديال 30 عام، اللي تيكون الانسان مغليتش بالعكس تيكون ضعيف بزاف، وتيكون ناتج عن عدم افراز الانسولين من عند واحد الخلايا اللي هي مسؤوله عن الافراز ديال الانسولين اللي هي لي سيلول بيتا دو لونجيرونس اللي كاينه في البنكرياس. الوغ هنا ضروري انني نعوض هذاك الانسولين ما هي اللي هو ما كاينش، تنعطي الانسولين هنا ممنوع الصيام. علاش؟ اول حاجه ما يمكنش نقاد لي دوز ديال الانسولين وانا صايم، ثاني حاجه ماشي من مصلحتي انني نخربق لي دوز ديال الانسولين، ثالث حاجه انني ما غنقدرش ناخذ هذيك جوج ولا ثلاثه لي دوز اللي تناخذ وانا صايم، رابع حاجه كاين لو ريسك كبير بزاف ديال ليبوغليسيمي ديال انخفاض ديال السكري، وهذاك انخفاض السكري تقدر توصل الله يحفظ الكومه ديال انخفاض ديال السكري، واللي تقدر توصل ان الواحد تينوض مخلفات من هذيك الكومه، ولا تقدر توصل للموت الا ما كانش الاسعافات في الاوليه في الوقت الله يحفظ. السكري من شكل جوج، ملي الشخص تيوصل لواحد الحاجه سميتها الانسولين ريزيستونس، تتكون عنده سمنه كثيره بزاف و تيعيا البنكرياس ديالو، تيعيا من الافراز ديال الانسولين. في الاول تتكون الانسولين ما 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 مقاداش، ما تديرش الخدمه ديالها مزيان، دونك ما تخفضش النسبه ديال السكري في الدم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. من بعد البنكرياس بكثره لا ستيمولاسيون تيعيا، ما تيبقاش يفرز الانسولين، وتندخلوا بعض المرات في واحد الحاجه سميتها الانسولين ريزيستانس، المقاومه للانسولين، المريض تيبدا تيضعف وما تيبقى يقضي فيه حتى شي دواء. هنا تنقدروا نعطيو الانسولين للمريض اللي هو عنده السكري من شكل جوج، وهنا اوسي تنمنعوا الصيام، لان المخلفات نفسها كسوا عند المريض اللي عنده السكري من شكل واحد ولا المريض من السكري من شكل جوج، وهذاك الشيء علاش تنمنعوا بيان سور الصيام. الوغ خديجه العناب، سي بوسيبل دو غيغيغ دو ديابيت دو تيب 2 نيسيان يجوز لي قضاء بعض الجرعة. الوغ انور انا ما نقدرش نجاوبك دو كوتي ديني، دونك كاين واحد البرنامج يكون بنهار دين ودنيا اللي فيه واحد الامام بيان سور جزاه الله خير على العمل ديالو اللي يقدر يجاوبك على هذا السؤال ديالك. باغ كونت غادي نجاوب خديجه، سي بوسيبل دو غيغيغ لو ديابيت دو تيب 2. السكري من شكل جوج، نبداو بالتعريف ديال السكري. السكري التعريف ديالو هو انخفاض نسبه ديال السكر في الدم اكثر من المعدل العادي اللي هو خصو يكون عندنا. انا تنعتبر المعدل العادي هو غرام السكري عندنا في الدم، نسبة السكر في الدم اللي هي دايرة في الدم خاصها تكون قل من 1 غرام، قل من غرام، ما بين غرام غرام فاصلة 10، تنقول بأن هذا الشخص سيرتو إلا كانت عنده السمنة ولا كان عنده العامل ديال الوراثة
معرض للإصابة بالسكري من بعد اكثر من غرام فاصل 10 تنصنف هذا الشخص بانه عنده السكري. هادو لي كونسنسوس جداد اللي تابعين المدرسه الفرنسيه بيسكو حنايا تنتبعوا لي كونسنسوس فرونسي. السكري ينقسم الى 3 ولا 4 ديال الاشكال، ولكن الاشكال الجوج اللي حنايا معترف بهم واللي تنخدموا بهم بزاف واللي معروفين بزاف هو السكري من شكل واحد والسكري من شكل جوج. السكري من شكل واحد او السكري ديال الانسولين هو السكري شخص شاب اللي تيجي اوزالونتوغ ديال 30 عام واللي تيكون ناتج عن عدم افراز الانسولين من طرف الخلايا المسؤوله عن افراز الانسولين لي سيلول بيتا دو لونجيرونس اللي موجوده في البنكرياس. العلامات ما تتبانش ماشي بحال السكري من شكل جوج دونك بشويه بشويه تيبدا يطلع السكر، الوغ العلامات تتكون مفاجئه دونك الشخص غير تيبدا تيشرب بزاف تيبدا تيتبول بزاف تيدخل في الكوما ديال السكر تيدخل في الكوما ديال لاسيتون تنجيو تنعبروا تلقاو هذيك الساعه عنده السكر راه هو طالع فوالا وتلقاو بانه اون كوما داسيتوسيدوس. العامل الوراثي تيلعب واحد الدور اللي هو كبير كبير بزاف لان كاين واحد الكروموزوم اللي دابا تنقولوا بانه مسؤول اكثر كما قلنا تيجي عند شخص شاب هنا الدواء هو الانسولين خصنا نعوضوا هذاك الانسولين اللي هو ما تيتفرش من عند الخلايا ديال الذات ديالنا والدواء ديالو هو الانسولين. اليوم تنهضروا على الانسولين العاديه الانسولين اللي تدق باليد الستيلو ديال الانسولين الاشكال كثيره بزاف. المستقبل دابا كاينه واحد الحاجه سميتها لا بومب انسولين مضخه الانسولين اللي هي واحد لاباراي اللي تتركب تتعلق في الكرش واللي تتلعب الدور ديال البنكرياس اللي بغينا نقولوا سي ان بنكرياس اكسترن واحد البنكرياس اللي هو خارجي اللي تيلعب الدور ديال البنكرياس اللي تيفرز لينا النسبه ديال الانسولين بواحد الطريقه اللي هي معقلنه منتظمه طيله اليوم. ملي تندق الانسولين تندقو تاخذ واحد الفتره وتتهبط عندها واحد لا دوغي دو في. ملي تندير المضخه ديال الانسولين ولا لا بومب انسولين تتعطيني هذيك النسبه بواحد الطريقه منتظمه على طيله اليوم اي اون فونكسيون. دونك تنبدا تنعبر السكر ديالي وتنعبر السكر ديالي وتنشوف السكر ديالي فين واصل وهذيك لا 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 بومب انسولين ولا هذيك مضخه الانسولين تتبروغراما على حساب النسبه ديال السكري اللي عندي على حساب شحال خصني نهبط السكر. هنا هضرت على الانسولين على السكري من شكل واحد. كاين السكري من شكل جوج هو السكري ديال الشخص البالغ الشخص اللي عنده السمنه عنده امراض مزمنه واحده اخرى بحال الكوليسترول بحال ارتفاع الضغط الدموي. هنا تيكون عدم القدره على تنظيم نسبه السكر في الدم. هنا الانسولين تتكون كاينه ولكن غير فعاله 100%. البنكرياس مع الوقت ما تتبقاش تفرز الانسولين سورتو الا كانت السمنه كثيره بزاف البنكرياس تتصاب واحد الحاله ديال العياء وما تتبقاش تفرز الانسولين وبعض المرات تندخلوا في واحد الحاله ديال مقاومه الانسولين ولا الانسولين ريزيستانس. هنايا الدواء تيمشي من المهم اللي هو نهضر عليه العلاج بالادويه المخفضه للسكري لي زاديو لي زونتي ديابيتيكو وبعض المرات ملي تنوصلوا لواحد لو كادغ ديال الانسولين ريزيستانس تنكونوا في الانسولين ريزيستانس تنقدروا نوصلوا اننا تنحتاجوا اننا ندقوا الانسولين. لو ديابيت دو تيب 2 واش غيبرى؟ وي ماشي غيبرى غيحيد ديفينيتيفمون ولكن تقدري تعيشي عادي بلا ما تسمي عندك لو ديابيت دو تيب 2. والتداوي من السكري خاصه السكري من شكل جوج ماشي هو لي ديابيتيك لي زونتي ديابيتيكو هو جوج ديال الحوايج مهمين هو الريجيم ديال السكري النمر واحد هو الرياضه النمر جوج. الحركه ملي تنقول نتحرك ماشي هي نشقى في الدار ماشي هي نخرج نتمشى في القيصريه ماشي هي نمشي للحانوت ماشي هي نمشي نديول ديال المدرسه نو انا تنهضر على واحد الحاجه سميتها حركه ديال نص ساعه لابس السبرديله وتنتمشى غادي نعرف حسيت براسي بانني درت واحد المجهود ما تنفكر في حتى شي حاجه غير في الخطوات ديالي وتنتنفس وتندير واحد المجهود ما بين ساعه حتى ساعه في النهار لا درتها كل نهار ديجا سي تري 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 بون. الريجيم تنبعد من السكريات المضافه وتنبعد من الدهون المضافه اللي هي تتكون عامل ديال ارتفاع السكري. السكر ما تيطلعش غير بالسكر السكر تيطلع حتى بالدهون لان الدهون تقدر حتى هي ماشي تقدر الدهون تتقلب لواحد عامل ديال الطاقه لواحد السكريات اللي هي تطلع نسبه ديال السكر في الدم. دونك سواء السكري من شكل واحد ولا السكري من شكل جوج جوج الاشياء اللي هما مهمين هي الحركه زائد الريجيم. تنكملوا بالادويه بيان سور اللي هما في حاله السكري من شكل واحد اللي هما الانسولين وفي حاله السكري من شكل جوج اللي هما لي زونتي ديابيتيك وغو. سلام رمضان كريم بشرى رياض. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورمضان كريم. بغيت نعرف النظام الغذائي في الفطور والسحور خصوصا وانا عندي السكر من نوع 2. الوغ
قلنا تنبتعدوا على السكريات المضافه وتنبتعدوا على الدهون المضافه. كيفاش غادي ندير وانا صايم رمضان؟ الوغ واحد الحاجه سميتها ما ناكلش التمر العادي وناكل التمر مجهول حيت راه هو سكر طبيعي، لا. واحد الحاجه سميتها ما نديرش الشباكيه ديال الزنقه ونصاوب الشباكيه في الدار ونقليها في زويته خاليه من الدسم ونديرها في العسل الحر، راه هي ناقصه من السكري، لا. واحد الحاجه سميتها غندير الحريره ونديرها خفيفه ما نديرش فيها الكاياس، لا. راسا غير سلا ميم شوز، نقدر ناكل من هادشي ولكن بقات بالطريقه اللي غادي ناكل بها. الوغ عندك السكري من شكل جوج، كوزا سوا السكري، الوغ السكري من شكل واحد انا تنمنع عليهم الصيام. السكري من شكل جوج وعندك الخزان ديال السكر قل من 8% وانت مسموح لك بالصيام. عندك الحق في تمره كبيره ولا ثلاثه ديال التمرات صغار ما بين فطور وسحور. الخبز بالنخاله ديالو بالحمراء ديالو، عندك الحق في واحد الربيع في الفطور وواحد الربيع في السحور. الحليب، الجبن، المشتقات ديالو تاخذيهم خاليين من الدسم. الوغ اليوم خدت حريشه صغيره ولكن صوبتها في الدار وما فيهاش السكر وناقصه من الدهون، ولا واحد البغيريره وناقصه من الدهون، واحد المسمنه ناقصه من الدهون، ما غناخذش معاها شي لاخر. الوغ اليوم الا شربت الحريره راه ما غاديش ناكل الخبز بزاف، وما غاديش ناخذ الروز، ما ناخذش باب، ما ناخذش عدس، ما ناخذ شي حاجه اخرى اللي غادي تزيد تطلع ليا نسبه السكر في الدم. العشاء غيكون هو واحد العشاء عادي اللي غادي ديري فيه ان بول دو سالاد خضر اللي غادي تاسيزونيها جوج بشويه الحامض ولا شويه ديال الخل طبيعي، ربيع ديال المعلقه ديال زيت العود، الطويجين ديالكم الطويجين المغربي ديالنا اللي غادي نديروه بلا زيت وغنطيبوه بلا زيت، ومنين غنبغيو نحطو غنديرو فوق منه واحد المعلقه صغيره ديال زيت العود. ملي غتجمعي الطوطال غتلقاي راسك كلتي من ربعه المعالق ديال زيت العود ما بين الفطور والعشاء والسحور وما بين ماكله وطيب. وان ديسير بيان سور من غير البنان، من بعد من بطاطا وخيزو لانني ديجا تناكل مواد تناخذ واحد المواد اللي فيها السكريات، من بعد من الحاجه اللي مطفيه في العسل، الحاجه اللي مقليه في الزيت. الوغ لا درت بريوات داكو غندير بريوات غنديرهم انا في الدار، غنديرهم من الاحسن بلحوم اللي هي ماغ اللي هي خاليه من الدسم، الورقه نحاول نصاوبها انا ولا نشريها تكون ناشفه، وما غاديش نقليها في الزيت غادي نديرها في الفران باش غادي ناكلها وهي ناشفه، تفهمنا؟ الوغ السحور ديالي غيكون فيه الخبز الكامل ديالي، غيكون فيه الحليب والمشتقات ديالو اللي هما خاليين من الدسم، غنشرب الماء بزاف بواحد النسبه اللي هي كبيره بزاف ما بين الفطور والسحور. دونك انا خدت التمر ولكن بواحد النسبه معقلانه، انا غادي ناخذ بغريره ولا مسمنه، ولكن ماشي غادي نجلس فوق من الطابلو غناخذ المسمن والبغرير والحرشه والخبز والحرير، ما يمكنش. الوغ نحيدوا هذوك الافكار ديال العسل الحر ما تيطلعش السكر، الشباكيه اللي ضفيتها في الزيت بلا خالي من الدسم ودرتها في العسل الحر ما طلعش من السكر، راه كلشي هادشي تيطلع سكر. الوغ شباكيه وحده راه هي فيها 17 حبه ديال السكر، لكلتي وحده ديال الشباكيه بحال كلتي 17 حبه ديال السكر، ولا كلتي بغريره ولا من مسمنه صغيره لا بحال كلتي 8 7 حتى 8 ديال الحبات ديال السكر مشفرين. الوغ سلام اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوغ لالا أمونة، واحد السيدة جارتنا فيها السكري مرضات ليها رجليها ديالها خمجات، وفاش كدير الأنسولين كتسخف. الوغ المخلفات ديال السكري غادي نعتبرو هذاك السكر هما واحد الحبيبات، هاد الحبيبات تيدورو في الدم. الوغ هاد الحبيبات تيمشيو لواحد الحاجة اللي هي العروق لي فيسو لي زارتيغ اللي عندنا في الدات، اللي هما غادي نعتبرهم بحال واحد الجعيبات رقاق. هاد السكر تيمشي في هادوك الجعيبات اللي هما رقاق اللي عندنا في الدات. الوغ تيمشي الحبات ديال السكري تتحط على لا باغوا على الجلدة ديال هادوك العروق، دونك تتزاد 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 على قد ما ارتفعت نسبة السكر في الدم، على قد ما هادوك الحبيبات ديال السكري تيتزادو وتيتحطو كثر. الا كان عندنا الكوليسترول تتكون كفس، علاش؟ لان تيتزادوا هذوك الحبيبات ديال الدهنيات. الا كان ارتفاع الضغط الدموي تيزيد يعقد الامور اكثر، علاش؟ لان هذوك العروق والجلده ديالهم ما تتكونتراكتاش مزيان وتتكون لا كاليتي ديالها ما زويناش، لا كاليتي ديالها ناقصه. دونك هذوك لي بلاك تيجمعوا تيديروا واحد الحاجه سميتها لي بلاك داتيروسكليروز، اللي فيهم الحبيبات ديال السكري واللي فيهم حبيبات ديال الدهنيات. منين هاد لي بلاك تيمشيو تيكونوا في العروق ديال العينين، تيتحطوا على العينين تتبدا الشوف تيبدا تينقص، تاثروا على الشبكه ديال العين، تاثروا على لاغيتين، وتيقدروا ينقصوا الشوف اللي الا ما داوش يقدر يوصل حتى للعمى. تتحط على العروق ديال الراس تقدر توصل للجلطه ديال الدماغ، خاصة عند الناس اللي عندهم السكري والكوليسترول وارتفاع الضغط الدموي. تتحط على العروق ديال القلب وتتقدر دير الجلطه ديال القلب،
خاصة عند الناس اللي عندهم اون بلوس كو السكري، ارتفاع الضغط الدموي والكوليسترول. العروق ديال اليدين وديال الرجلين، الشخص ما تيبقاش عنده الحساسية بزاف، دونك يقدر يتحرق وما يتحش، يقدر يتجرح وما يتحش. هذاك الشيء علاش حنايا تنقولوا اليدين والرجلين ديال الشخص ديال السكري، سورتو الرجل ديال المريض ديال السكري، هي واحد الحاجه ثمينه خصو يحافظ عليها. وانا غنقول لكم كيفاش يدير حتى يحافظ عليها. دونك ولا مشات تجرح ودخلت عفون، المناعه عند الشخص اللي عنده السكري تتكون ناقصه، ما تيكونش عنده الاحساس كثير بزاف، تقدر تخمز الرجل وهو ما يحش بها وما تتبرش دغيا، وتيكون عنده المقاومه للانتيبيوتيك وتتكون عنده المناعه ناقصه، وتتقدر الله يحفظ توصل للبطر ديال الاطراف من غير بيان سور هذاك الحريق اللي تيكون عند الناس اللي عندهم السكري، اللي تيكون في اليدين وفي الرجلين، واللي تيتسمى لا نوروباتي ديابيتيك، اللي هو تغزاز والحريق والتنطار والنتيج اللي تيكون عند الشخص اللي عنده السكري مرتفع، ومرتفع بزاف واحد السنوات اللي هي كثيره. تقدر ياثر هذوك هذوك لي بلاك داتيروسكليروز اللي تحطوا عليه الكلي ما تتبقاش تصفي مزيان، هذاك الملحه اللي عندنا في الذات ماشي با الملحه، هذه بروتيين حنا تنقولوا الملحه اللي هذيك الالبومين ما تتبقاش تصفى مزيان، تطلع النسبه ديال الميكرو البومين تطلع في الدم، وتنقدروا نوصلوا مع الوقت الله يحفظ لا دياليز. سؤال ديال البارح، واش الناس اللي تيديروا دياليز تيصوموا؟ لا، الناس اللي تيديروا لا دياليز ما تيصوموش، والناس اللي تيكون عندهم السكري مرتفع بزاف واثر لهم في الكلاوي ديالهم، وبدينا في واحد الحاجه سميتها الفشل الكلوي، ممنوع عليهم الصيام. علاش؟ لاننا خصنا نحافظوا على هذيك النسبه ديال الخدمه ديال الكلاوي ديالهم اللي هي باقا دابا، باش بالشرب ديال الماء بالريجيم باش ما نزيدوش تدهور الحاله ديال الكلي ديالهم ونوصلوا لا دياليز الله يحفظ. دونك منين تيكون السكري مع بدايه ديال الفشل الكلوي، ولا تيكون فشل كلوي تنديروا لا دياليز، هنايا تنمنعوا بيان سور، تنمنعوا ضروري ومؤكد تنمنعوا الصيام. فوالا، دونك هنا هضرنا على المخلفات. الوغ بيان سور تيدقوا الانسولين تيسخف، خاصو يرجع عند الطبيب ديالو امينه يشوف واش النسبه ديال الانسولين ديالو ادابتي مع الجهد اللي تيديروا في النهار، ادابتي مع الماكله. ما تندكوش الانسولين وتنبقاو جالسين وتنبقاو تنتساراو، ما عمري ما ندق الانسولين وعاد نقول غنمشي نوجد الطبله ولا عاد غادي نوجد الماكله ديالي. الانسولين تتكون واجده، تتكون محطوطه، تندكها تيكون عندي الصينيه ديال الماكله واجده جوج ثلاثه ديال الدقائق وتنجلس. علاش؟ لان كاين لو ريسك ديال ليبوغليسيمي، لو ريسك ديال انخفاض نسبه السكر في الدم، واللي هي خطر من ارتفاع السكر في الدم. العلامات ديال انخفاض نسبه السكر في الدم، الواحد تيكون جالس تبدا تيحس بالبرد هابط عليه، تتبدا تتشدو تقفقيفه الرعده، تتهبط عليه واحد العرقه اللي هي تيبيك عرقه بارده. منين تتقيس الشخص تتلقى هذاك الماء اللي تيهبط معاه بارد، القلب تيضرب بالجهد، تيحس بالسخفه، يديه ورجليه تيتقالوا عليه، عينيه تيدبلوا عليه، وتيحس بالغثيان. الوغ هنا لكن لا دخل في الكوما ديريكتومون بيان سور، الاشخاص اللي هما ضايلين بيت يكونوا عارفين بان هذا الشخص تيدق الانسولين ولا عنده السكري وتياخذ الدواء ديال السكري، وبيان سور ديما خصو يكون هاز معاه هذوك ربعه الحبات كما قلت ديال السكر اللي هما مشفرين، تيديرهم تحت من اللسان ديالو، تيخلي هذاك السكر تيسيح وتيدوب. لكن في حاله ديال غيبوبه تنعيط تنتصل بليزيرجونس، تندير ليه الحبه ديال السكر، تنحاول نغوسكري، تنعاود نغيانيمي اونط ولا نهزو اون اورجونس بيان سور، باش غادي نديه باش يدوز ليه لو سيروم غلوكوزي بيان سور، باش هذا الشخص لان هذا الكوما ديال السكري منين تنخفض بزاف تتقدر توصل للموت الله يحفظ، لما تعقدت في الوقت، وتتقدر تادي المخلفات على الدماغ، ومخلفات اللي هي كثيره بزاف. الوغ العلامات ديال السكري منين تيرتفع، تيبدا الواحد تيشرب بزاف، تيبدا تيبول بزاف، تتمشي ليه الشهيه، تيبدا تيحس بالردان، ما تتبقاش تهضم ليه الماكله، كاين اللي تجيه الحكه من التحت، كاين اللي تيبدا يحك اللحم ديالو، كاين اللي تيبدا تيحس بالعيا، النقص في الوزن. الوغ كلهم هادو علامات ديال ارتفاع ديال السكري، حنا ما نتسناوش حتى السكر يرتفع. الوغ هادشي علاش واحد الحاجه سميتها لو ديبيستاج راه هي مهمه ومهمه بزاف. لو ديبيستاج هو انني انا الا كنت شخص عنده السمنه خصني نقلب السكر ديالي مره وخصني ندير خزان السكر ديالي كل 3 شهور. الا كنت انا شخص عنده الوراثه ديال السكري في العائله وعندي ارتفاع ديال الوزن، خصني ندير خزان ديال السكري ديالي مره وندير تحاليل ديال الكوليسترول ديالي مره ونشوف الضغط الدموي ديالي مره. انسان عادي ضروري ومؤكد انه تيشوف المينيموم الطبيب مره كل 6 شهور ولا مره في العام، وتيدير ليه التحاليل ديالو اللي تيتسمى ان بيتي تشيك اب، اللي تيكون فيه لو ستريكت مينيموم الكبده والكلي والسكر خزان السكر، تحليله ديال الغده الدرقيه، ديال فقر الدم، ديال الكوليسترول، تخلينا تطمئنوا على الشخص وعلى الصحه ديال الشخص. وتنديروا لو ديبيستاج بريكوس، يعني ما نتسناش ان تيطلع ليا السكر بزاف، سورتو ملي يكون عندي السكري من شكل جوج وتنوصل 3 و4 غرام ويبداو يبانوا عليا العلامات، ولا ندخل في الكوما ديال لاسيتوسيتوس وعاد نعرف انا عندي سكر، توتون ساشون راه يقدر يكونوا دازو سنوات وانا السكر ديالي ما بين غرام و2 غرام ونص، ولا ما بين غرام و3 ديال الغرام، وما كانش حيق بيه وما بينيش عليا العلامات بزاف، وراه داير الخدمه وداير لي بلاك داتيروسكليروز، وراه بدا تاثر ليا في العوينات وفي الكليوات ديالي وفي القلب ديالي وفي الدماغ ديالي وفي اليديدات وفي الرجيلات ديالي. نعاود نشوف
الأسئلة ديالكم. شكرا جزيلا. هذا واجب. أسماء، أنا ماما فيها السكر، واش خصها تصوم؟ لكن عندها السكري من شكل واحد ممنوع عليها الصيام أمينة أميرة، ولكن عندها السكري من شكل جوج وكان الخسار الخزان ديال السكر ديالها قل من 8% تقدر تصوم. جزاك الله خيرا، هذا واجب الشريفة، ورمضان مبارك سعيد. كيتماني حس كيتماني عافاك. انا حامله وعندي ديابيت دو غروسيس، عندي ديابيت سكر ديال الحموليه في 8 شهور دابا، ديت الانسولين عافاك، اعطيني كلكو كونساي ميرسي بوكو. الوغ السكري الثالث اللي هضرنا عليه اللي قلت لكم كاين شكل ثالث هو السكري ديال الحموليه. السكري ديال الحموليه الوغ هو سكر المراه لو ديابيت جيستاسيونيل، ماشي هو المراه تيكون عندها السكر وحملات. الوغ الا كان عندها السكر وتاخذ الانسولين راه غتحمل وغتبقى بالانسولين، غير غتادابتي الانسولين ولا دوز ديالها. ولا كان عندها السكر وكان تدير لي زونتي ديابيتيك وغور منين غادي تحمل غتحيد الدواء ديال السكري اللي هو البلاء اللي هو تيتشرب اللي هو الاقراص، ما تيتخرج في الشكل ديال السكري من ما تيتخرج في الحموليه، تندوزو للانسولين ولو ان كان عندها السكري من شكل جوج. ولا واحد الانسان اللي هي عاديه وما كان عليها لا سكري لا والو في الحموليه، بيان سور حنايا تنديرو في لو بروميير تريماس 3 شهور الاولى تنديرو التحاليل ديالنا، ودرنا التحاليل ولقينا بان عندها ارتفاع ديال السكر. الوغ السكري ديال الحموليه ديجا فوق من غرام تنقول بان السيده عندها السكر، ماشي بحال السكر العادي، ديجا فوق من غرام خص يكون عندها اقل من غرام، ديجا فوق من 1 غرام المراه تنقولوا لها كاين لو ريسك، وتنديروا واحد الحاجه سميتها لو تيست دو سوليفان اللي هو واحد لو تيست دو ديبيستاج ديال لو ديابيت جيستاسيونيل، اللي هو واحد لو تيست تنمشيو للمختبر تنديروا تحليله ديال السكر بلا فطور، تيعطيونا واحد 50 غرام ديال لو غلوكوز، تنديروا موراها تحليله ديال السكر، الا لقينا الشك تنعطيو 100 غرام ديال لو غلوكوز، وتنديروا موراها تحليله بيان سور. الوغ هنا تتعطينا النتيجه واش هاد الانسانه عندها السكري ديال الحموليه ولا ما عندهاش، واش هاد الانسانه معرضه انها دير السكري في الحموليه ديالها. الوغ هنا تنهضروا على السكري ديال الحموليه. السكري ديال الحموليه الدواء ديالو هو الريجيم الحركه و الانسولين، بيان سور ممنوع عليك ممنوع عليك الصيام منعا باتا. الوغ الريجيم ديالك تتبعدي من السكريات المضافه، الخضر تتاخذيهم نقصي من البطاطا وخيزو، الخبز من الخلا ديالو الحمراء ديالو، لاخت الخبز ما غناخذش العدس ما غناخذش الروز ما غناخذش لي بات، الحوايج اللي هما مقليين في الزيت نبعد منهم، الحليب الياغورت لي فروماج ناخذهم خاليين من السكر وخاليين من الدسم، ناخذ الوجبات ديالي بيان سور بثلاثه لانني تندوب الانسولين بلس لي كولاسيون، يعني الفطور والغداء والعشاء ديالي بلس لا كولاسيون ديال العشره بلس لا كولاسيون ديالي ديال الربعه ديال العشيه. الوغ تنتحرك تنعبر دائما خص يكونوا عندي الخشيبات، تنعبر واش ما كاينش ارتفاع في السكر واش ما كاينش انخفاض في السكر، تنمشي بيان سور على راس. الوغ تيكون المتابعه ما بين طبيب الاسره ولا الطبيب الاختصاصي في امراض النساء على قبل الحمل ديالك، وطبيب اختصاصي في التغذيه واختصاصي في امراض الغدد والسكري على قبل السكري ديال الحموليه ديالك وعلى قبل الريجيم. غالبيه النساء مرة المراه ما تتولد تيمشي السكر ما تيبقاش، تيهبط لو بيبي تمرها بواحد شويه تنعبروا السكر بيان سور، مرها بايام تنعبروا السكر ما تيبقاش، والمراه تتحيد الانسولين وكل شيء. في غالبيه احيان قليله بزاف اللي تيبقى السكر ديال الحموليه وتيبقى مستمر من بعد. الوغ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وان الوغ ربي تعافينا وتشافي كل مريض، امين يا ربي امين. عندي 4 مينا مينا لالا مينا، عندي 4.6 غرام ديال السكر تراكمي و 1.12 في الدم، واش انا بمصابه بالسكر؟ الوغ 1 غرام دوز في الدم غرام فاصله 12. عندك الخزان ديال السكر 4.6، دونك الخزان ديالك مزيان 4.6 فهو مزيان. السكر ديال بلا فطور بلا ماكله غرام فاصله 12، من الاحسن انه يكون قل من غرام فاصله 10. دونك حاولي انك ديري الريجيم ديالك، الا كان عندك زياده في الوزن حاولي تنقصي الوزن، ديري الريجيم ديالك وديري الحركه. دابا انا بالنسبه لي ما عندكش السكر، ولكن ديري الريجيم ديالك وديري الحركه. الوغ واحد السيد قال لي المراجع العلميه ديالك، انا دكتوره نسرين طبيبه الاسره كوتش متخصصه، دونك هنا حنايا تكونوا درنا دي روبورتاج تكونوا وجدنا الحلقات وتنعطيو الارشادات، ومن تيكونوا شي اسئله اللي هما تيكونوا متخصصين تناخذوا هذه الاسئله وتنعرضوهم على اطباء اللي هما متخصصين، ولا تيكون معنا الطبيب اللي هو مختص معايا انا طبيبه الاسره وتنحاولوا نجاوبكم عليها. الله يجازيك بالخير. وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي السكر من نوع ثاني والطبيبه قالت لي ما تصوميش. احمد غالبا عندك سكر من نوع ثاني وقالت لك الطبيبه قالت لك الطبيبه ديالك ما تصومش، صافي دير بان لقات عندك الخزان ديال السكر فيه 8% ولا لقات عندك التاثير ديال السكري على الذات ديالك، يعني يمكن عندك البدايه ديال التاثير على العوينات، عندك البدايه ديال التاثير على الكليوات، لقات بان لا ميكرو البومين طالعه، يعني شي حوايج اللي هما خلوها انها تمنع لك صيام. منين صيام تيتمنع من عند طبيب اللي انت متبع عنده، كسطوا طبيب اسره ولا طبيب مختص، اي او ميم طون تيكون طبيب مسلم وتيكون عطاك الاحلال الرخصه اللي هي عطاها لينا سيد ربي بانك ما تصومش، فمن الاحسن انك ماشي من الاحسن ضروري انك ما تصومش، وراك تدي الاجر لانك تستعمل هذيك الرخصه اللي عطاها لك سيد ربي ولانك تتحافظ على راسك. سيدي محمد شكرا على المعلومات، هذا واجب سيدي. الوغ هل ممكن نبدل الانسولين ابر بالاقراص؟ سي حسين الوغ لكان عندك الانسولين من شكل واحد فهو الدواء ديالو والعلاج ديالو هو الانسولين، ما كاينه شي حاجه من غيره. لكن عندك السكري من شكل جوج وعطاوك الانسولين، يا اما تيون انسولين ريزيستانس يعني وليتي تضعف ولات عندك الريزيستانس ديال الانسولين، الوغ هنايا صعيب بزاف اننا نحيدوا الانسولين ونرجعوا الاقراص، يا اما لقاو عندك ارتفاع كبير في النسبه ديال السكر وما تجيكولاتش ما عاونتيهمش بالريجيم والرياضه وما تقاداتش بالادويه اللي هي مخفضه للسكري، وهذاك الشيء علاش راهو ما عطاوك الانسولين. الوغ يكفي انك دير الانسولين ديالك دابا وينخفض لك نسبه السكر في الدم وينخفض لك الخزان ديال السكر ديالك ودير ريجيم اللي هو مزيان، وشوف الطبيب بانك ملي غيحيد لك الانسولين ويعطيك الاقراص راك غتعاون راسك بريجيم اللي هو مزيان، غتعاون راسك بالرياضه وغتبقى محافظ على الخزان ديال السكر ديالك خاوي، وهنايا ما غيبقى عندك بيان سور حتى شي مشكل وتقدر ترجع الاقراص ديالك. نسرين وعليكم السلام. السلام جزاك الله خيرا، الام ديالي عندها السكر كتستعمل الانسولين الصباح وفي الليل ودابا كتصوم، واش الصيام خطر عليها؟ بيان سور خطر عليها. الناس اللي عندهم الانسولين يا اما عندهم السكري من شكل واحد غنعاودو ولا عندهم السكري من شكل جوج، الانسولين هي ممنوع منعا باتا معها الصيام. علاش؟ كاين لو ريسك يطلع السكر بزاف ودخل في الكوما ديال سيتوسيتوز، لان ما غتبقاش تاخذ لي دوز ديالها هما هذوك، لانها ما غتبقاش تعالج كما كان، لانها ما غتبقاش دايره الريجيم ديالها كما كان، لانها ما غتبقاش تاخذ لي دوز ديالها في الوقت، يا اما غادي يا اما غادي كاين لو ريسك ديال انها دير ليبوغليسيمي، لو ريسك ديال انها يطيح لها السكر. علاش؟ لانها تاخذ لي دوز ولانها ما تاكلش مع صيام، وكاين لو ريسك هذيك ليبوغليسيمي انها تؤدي للموت الله يحفظ، ولا انها توصلها لواحد الحاله ديال الخطر وتفيق من هذيك الكومه ديال ليبوغليسيمي ديال انخفاض السكري بالدم بمخالفات اللي هي خطيره وخطيره بزاف. غناخذ واحد الفاصل قصير وغادي نرجع لكم. الانسولين وكنشرب الفنيد ديال الضغط واش نصوم؟ ديجا لو فات بانك تاخذ الانسولين تيمنع لك الصيام، ماشي حسن ممنوع لك الصيام. ماما عندها دكتوراه الخزان طالع وقال لها الطبيب صومي الخزان منين تيوصل منين تيكون 10 11، انا الخزان فوق من 8% تنحبد ما يكونش الصيام، وتنحبد لان 8% سكر ما بين غرام 2 غرام 2 غرام ونص المريض ما تيتقبلهاش. هذاك الشيء علاش الناس اللي تيكون عندهم الخزان 8 9 تنقول لهم سيروا شوفوا الطبيب ديالكم 3 شهور قبل من رمضان يعطيكم الادويه اللي هي ملائمه، ديروا الريجيم ديالكم، ديروا الرياضه ديالكم، تهبطوا الخزان ديال السكر، تما كاين ما غيبقى عندكم حتى شي مشكل وتقدروا تصوموا، ما تحرموش راسكم من الصيام ديال رمضان وهذيك الفرحه ديال الصيام اللي هو في العائله اللي تيكونوا مجتمعين وكلشي صايم. الوغ الخزان طالع 10 و11% انا تنمنع من عند باتا الصيام. علاش؟ كاين لو ريسك ديال طلوع ديال السكر وتفرز لاسيتون والواحد يدخل في الكوما ديال لاسيتون وهو صايم وما غيكملش الصيام، اي او ميم طون غادي يدخل وغينعس في السبيطار وغيدخل في الكومات لاسيتون وغيتعذب وغيعذب العائله ديالو معاه كما تنقول. وكاين لو ريسك الاخر هو حتى لو كمل الصيام بحال هكاك بقى تيجر وكمل الصيام ديريكتومون مور رمضان، الا كانت لافيتخاسيون كلوموغولير ديالو وصل في 15% غتوصل 4%،
لكن العوينات ديالو باقي تيشوف فيهم شويه ما غيبقاش بهم والو، لكن الرجيلات ديالهم باقا فيهم شويه ديال الحساسيه وتحس بهم، غتنقص هذيك الحساسيه وغادي يولي هذاك النطير اكثر، الخزان ديال السكر غيطلع بزاف، دونك المخلفات غتكون كثيره وكثيره بزاف على الصحه ديالو، وما غنقدروش اننا نرجعوا مارشاغيير وما غنقدروش اننا نعوضوها. سونيا، المضخه ديال السكر واش هي كاينه في المغرب؟ واش هي احسن من الانسولين البرا؟ المضخه ديال السكر ما نقولش احسن، كل حاجه والخاصيات ديالها، ولكن لا بومب انسولين ولا المضخه ديال السكر هي سيت ان بونكريا اكسترن، تتخليني نقاد السكري دقيقه بدقيقه، ساعه بساعه، لانني تتعطيني الافراز بالوقت بحال ما قالوا تتمشي. منين تيكون مقاد السكر راه هي ساكته، منين تيكون طالع السكر راه هي عطاتني لا دوز دانسولين اللي خاصاني، دونك تنبقى غادي انا وتلعب انا وهذاك السكر وانا تنقادو على طيله النهار. دونك سيتون انسولين ثيرابي اوغير اللي تتمشي على طيله اليوم، واللي ما عنديش فيها واحد الحاجه سميتها لا دوغي دفي، تقادات لا دوغي دفي ديالها هيتو. الوغ واش كاينه في المغرب؟ كاينين اطباء اللي دخلوها، كاينين اطباء اللي تيزرعوها، وخا الثمن ديالها شويه باقي باهظ. الله يعطيك الصحه يا دكتور، هذا واجب سيدي. احمد السملالي، انا في عمري 62 عام مشيت للبروفيسور عطاتني عملتها نقصت، عطاتني نوب عملتها نقصت في الوزن، والان انا عندي رميه، انا عندي 1.24 داكوغ، واش عادي يا دكتوره؟ والله يخليك ويحفظك من كل سوء. الوغ الدواء اللي عطاتك الطبيب ديالك بيان سور مزيان، حنايا هنا ما تنعوضوش زياره ديال الطبيب، ما تنصابوش لي زوردونس، ما تنقولوش هاد لوغدونس زوينه ولا لا، حنايا هنا فقط للارشاد والتوعيه الصحيه. الوغ لو تريتمون ديالك غادي تتبعو، ساتوفو بان لو تريتمون ديالك وافقك، سورتو انك دزتي من واحد النسبه ديال السكر اللي طالع لواحد النسبه ديال غرام فاصله 24، ولا دزتي هبطه ديال السكر اكثر من قل من غرام فاصله 10، سا سخي بيان. تبع الدواء ديالك، دير الريجيم ديالك، دير الرياضه ديالك، ولا صمتي رمضان حاول بان السكر ما يطلعش لك في رمضان، وانك تحاول انك توازنه. دائما نعبر قبل من الفطور، نعبر في الصباح، نعبر ساعتين مورا الماكله. فاطمه العطار، يا مرحبا لاله فاطمه، بنتي حامله الله يكمل لها بالخير، وكيهبط لها السكر وتتسخف، اش دير؟ شكرا. الوغ الحموليه، 3 شهور الاولى ديال الحموليه منين تيكون الوحم، تيكون الردان، تيكون العيا، تيكون السخفه، المراه ما تتكونش ديجا ما تتكونش قاده وتيكون الوحم هالكه. الوغ هنايا تيكون الرخصه ان المراه تقدر تفطر، لما قدات الصوم الغالب الله. الاخر ديال الحموليه منين تيكون ثقل، تيكون المراه عندها لو ريسك ديال طلوع ديال السكر، المراه عندها ديال لو ريسك ديال ان السكر ديالها يهبط. الوغ هنايا بيان سور كاين لو ريسك ديال الطونسيون انها طلع بزاف، وشافها الطبيب ديالها وكانوا عليها علامات اللي منعها انها تصوم معاهم، راه غادي راه يمنعها على صيام. البقيه تنقولوا للمراه ما حدك صمتي، بنادم تيتحرك مزيان، ما سخفتيش، ما طاحشك الطونسيون، ما عييتيش، مزيان. ولكن الا حسيتي بان هذاك الصيام تاثر لك على الصحه ديالك، تطيح لك الطونسيون، تطيح لك السكر، تتخفي جني ديالك ما تيتحركش مزيان، كاين تاثير على الجني من تنديروا التلفازه، فهنايا فعده من ايام اخرى بيان سيغ راه عندك الرخصه بانك تفطري. فاتيك التان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شحال خاص يكون السكر في الحاله الطبيعيه بلا فطور؟ قل من غرام. بغيتي السكر ديالك يكون مزيان خاص يكون قل من غرام، اونتر 1 غرام و 1 غرام 10 حضي راسك، فوق من غرام فاصله 10 عندك السكر. اختي بابا عنده في الخزان 14 و 2 غرام و 63، ورغم ذلك كيصوم، والطبيبه ديالو ما قالت له والو. الوغ الخزان ديال السكر ديالو 14 ممنوع الصيام منعن باتن، دونك الاب ديالك غادي تهزيه ترجعي عند الطبيبه ديالو، يشوفوا الخزان ديال السكر، يشوفوا السكر ديالو بلا فطور. بيان سور غادي تحبس عليه الصيام، غتقاد ليه لي دوز ديال الدواء ديالو، سوا الدواء ديالو، سوا لي زانسولين، سوا لانسولين اللي تتعطيه، غادي تعاود تقاد معاه لو ريجيم، غتعاود تقاد معاه التغذيه، خصو ضروري يدير الحركه، وخصو ضروري يشوف المخلفات ديال هاد السكر اللي طالع، المخلفات ديال هاد السكر اللي طالع، خصو يشوف التاثير على العوينات ديالو مره كل عام، خصو يشوف الطبيب ديال العينين، خصو يدير لا ميكرو البيمينوري كما تيدير الخزان ديال السكر كل 3 شهور، كما تيدير تقليبات الكلاوي، كل تقليبه ديال الكلاوي والملح في الكلاوي حتى هي كل 3 شهور، خصو يشوف النسبه ديال الدم ديال لا طونسيون ديالو ديال الضغط الدموي ديالو، دائما يقلب الكوليسترول ديالو كل 6 شهور، يدير التخطيط ديال القلب ديالو كل 6 شهور ولا مره في العام، يشوف الطبيب ديال القلب ديالو مره في العام، دونك ضروري انه يشوف المخلفات. هضرنا على الرجل ديال المريض اللي عنده السكر، وقلنا بان الرجل ديال السيد اللي عنده السكر واحد الحاجه مهمه ومهمه بزاف وخصو يحافظ عليها. علاش؟ الوغ الرجلين ديال المريض اللي فيهم اللي فيه السكر فيهم العروق، بيسكو
تيكون هذاك التاثير ديال النسبه ديال السكري ولي بلاك داتيروسكليروز تيكون التاثير ديالهم على الرجيلات. هاد الشخص تيكون عنده مشكل ديال انه تيكون عنده الحريق بزاف وتتكون عنده هذيك السخونيه وهذاك الحريق وهذيك الحكه في الرجيلات ديالو، تتكون المناعه ناقصه، تيقدر دغيا واحد الجرحه تكبر وتؤدي لواحد المشاكل اللي هي كبيره بزاف، وتيقدر انهم يحش. علاش؟ لان هذاك الاحساس تينقص مع دوك لي بلاك اللي تيتحطوا اللي تيبوشيو هذاك العروق، الاحساس تينقص. دونك المريض اللي عنده السكر تنقول ليه ما عمرك ما تقطع الضفران ديال يديك ولا رجليك بالمقص، تنبردهم وما عمري ما تنحيدهم اغا، دائما تنخلي فيهم واحد شويه. الحاجه الاولى تلبس الصبابط ديالي مسدودين، ما نلبسش البلغه وما نلبس الصابون ما نلبس الصنداله. الصباط خصو يكون صباط زوين، ولو نشري غير الصباط ديالي في العام يكون زوين ويكون ديال الجلد، تنشريه في العشيه ونمره زايده. دائما الصباط يتقلب، ما خصش يكون فيه المسمار، ما خصش تكون فيه شي بلاصه، ما خصش هذيك البلاصه الفوقانيه اللي فوق من القدم اللي في لي طالون ما تكونش حرشه باش ما تضبرش، باش ما البلاصه اللي فوق من القدم باش ما تجرحهاش. الصبعان ما يكونش بوينتو، يكون داير باش الصبعان ما يتكرزوش فيه. التقشيرات اللي تيلبسهم المريض ديال السكري خصهم يكونوا تقشيرات ديال الخيط ويتصبنوا بالمطايب والصابون ديال الحجره. منين تيتوضى المريض اللي عنده السكري دائما خصو يمسح بين صبعانه، دائما يقلب بين صبعانه واش ما فيهمش الصبانه، ولا كان فيهم الصبانه خصو يدير البوماده والبودره ديال الصبانه ضروري. منين تيدخل في الاخر النهار تيحيد قشرات وتيحيد الصباط، تيقلب الرجل ديالو تيقلبها، ولتحت ديال الرجل يدير كاريمو مرايه ويقلب. لقى ولو جريحه صغيره خصها تقلب، خصها تمسح، ولا حس بها انها ما بغاتش تبرى خصو يمشي عند الطبيب باش ياخذ لي زونتيبيوتيك ديالو وباش يداويها ويداويها مزيان. هنا تنكون حميت الرجيله ديالي، حميت الرجيله ديال الشخص اللي عنده سكري، لاننا ملي تنشوفوا الحالات ديال البطر ديال الاعضاء تنبداو من صبع وغاده وطالعه وطالعه وطالعه، تنعرف الاهميه ديال ان الصبانه تقدر تكون ان فاكتور دو ريسك تدخل الميكروب ولا كان السكر طالع وتوصل البطر ديال الاطراف. صبيبيط لابسو وطلع من وفيه المسمار وطلع منه المسمار وما حسيتيش به لان عندك الحساسيه ناقصه، تيقدر يكون من المخلفات ديالو انه تقدر يأثر في الرجلين وتقدر يؤدي الميكروب وما تنعيقش به وما تيداواش، وهي واحد البلاصه اللي فيها لاماسيغاسيون اللي فيها العرق اللي فيها تعفنات وتتقدر تعفن بزاف، وعيسى تلقى راسي بان هذيك الرجيله بدات تمشي وتنقدر الله يحفظ نوصل للبطر ديال الاطراف. المريض اللي عنده السكري لا طلعته سخانه ما تيمشيش ياخذ لاباراسيتامول وتجلس، نو سخانه على ما على ان عندي تعفن، على ما على عندي ميكروب، ما نمشيش للفارماسي ناخذ الدواء كما كان، ما نمشيش ناخذ لي زونتيبيوتيك كما كان وانا عندي السكري ومعرض للاصابات، عندي المناعه ناقصه ومعرض للاصابه بالتعفنات ا ريبيتيسيون، وهذوك التعفنات ا ريبيتيسيون تيخليوني ناخذ لي زونتيبيوتيك. ملي تناخذ لونتيبيوتيك اللي تيعطيني الطبيب عارف شنو هو الاول اللي عطاك والثاني والثالث والرابع، وتيعطيه لك المده 7 ايام غتاخذو 7 ايام، ولا عطاه لك 5 ايام غادي ناخذو 5 ايام، وما تنجيش وتنقطعو. علاش؟ باش ما نديفلوبيش لا ريزيستانس، باش ما نديرش المناعه ضد هذوك لي زونتيبيوتيك. واحد النهار ملي يكون عندي واحد التعفن اللي هو كبير بزاف، واحد التعفن اللي هو خايب بزاف، ملي تنجي نحتاج هذاك لونتيبيوتيك تلقى بانه ما بقاش يقضي فيا بانني درت المناعه ضد بزاف ديال لي زونتيبيوتيك. المريض ديال السكري اللي حس بالبوله بدات تتحرق خصو ضروري وما كان يمشي يشوف الطبيب، لان الميكروب ديال البوله هو واحد العامل اللي تيطلع السكر افون، تيبومباردي السكر وتيطلعو للفوق. ضراتني سنة خصني نمشي نشوف الطبيب، ما خصنيش يكونوا سنينات ديالي مرض، ما يكونش عندي الحلق متيخمجو، ما تكونش عندي شي تعفن، ما يكونش عندي شي ميكروب. اي تعفن، اي علامه ديال ميكروب، اي علامه ديال سخانه خصني ضروري نمشي نشوف الطبيب ويشوف البلاصه ويعالجها ويعطيني لونتيبيوتيك اديكوا ونتبع لونتيبيوتيك ديالي كي اديكوا. بون هنايا الوغ عندي محبة الرحمن اخر سؤال غنجاوب ليه، انا عندي فقر الدم 6، بغيت نسول واش عندي بزاف وداك الشيء على الصيام وعلى الصحه ديالي. بيان سور ايموغلوبيناسيس راه تنقولوا، انا تنقول في الكابينه ديالي في العياده ديالي النص ديال الدم ما كاينش، ايموغلوبيناسيس فيغول 6 ناقصه بزاف، ومنين تتكون اسيس دائما تنديروا التخطيط ديال القلب وتنشوفوا واش هاد واش هاد الهيموغلوبين اللي هي ناقصه بزاف اسيس واش كاين تاثير على الصحه ديالك ولا لا، لانك الا كان التاثير على الصحه ديالك ضروري تنحتاجوا كاريمون اننا تنزيدوا الدم، تنحتاجوا لا ترانسفيزيون واننا نزيدوا الدم. سينو خصك تعرفي هاد فقر الدم مناش، خصك تعرفي السبب ديالو، واش عندك كيوسه، واش عندك لي فيبروم، واش عندك الاضطراب ديال الهرمونات وتجيك الحيض كثيره، واش عندك المشكل ديال المعده وتدوزي اللو تدوزي بالداخل من الدم، واش عندك المشكل ديال البصر وتيدوزو لك بالدم. دونك منين جاي هذا المشكل ديال الفقر ديال الدم خاصك تعالجي السبب وتعالجي الفقر ديال الدم. وفي الحاله ديالك غالب الظن تيمنعوا الصيام، لان ايموغلوبيناسيس تتقدر تيكونوا دقات القلب طالعين، تيكون العيا بزاف وما تقدرش تستحملي الصيام، وخصك تاكلي بواحد الطريقه اللي هي منتظمه.
الوغ هنا غنقول لكم جو كخوا جاوبتكم على كل شيء. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. حنا باقين في الاسبوع اللي هو مخصص للصيام والمشاكل ديال الصحه والامراض المزمنه والصيام. غدا ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا على امراض القلب والشرايين والصيام، وغادي نحاول نهضر حتى على جلطه ديال الدماغ وعلى جلطه ديال القلب، وشكون الناس اللي تيتمنع عليهم الصيام ولا لا، وكيفاش نداويو راسنا، كيفاش نتعاملوا مع سيدنا رمضان، وكيفاش ناخذوا واحد التغذيه منتظمه. ان شاء الله الله يعاوننا ويعيننا على الصيام. غنقول لكم شكرا على التواصل ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم معنا، شكرا على الكلمات اللي صيفطوها لينا كما كانت. مرحبا. واحد السؤال جاني زوين بزاف، لو سكري بور بيسي لي موغلوبين غليكي. ميرسي. تغذيه منتظمه، الرياضه ماشي غير الدواء بوحدو، تغذيه منتظمه والرياضه. بهاد جوج كلمات غنكمل الحصه ديالي ونتلاقى معكم غدا ان شاء الله. الى اللقاء. Thank you.